نشرة السودان في دقيقة، أهلا بكم. المتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني بالسودان يعلن عن ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى 102. مدير وحدة الإنذار المبكر يحذر من هطول أمطار فوق المعدلات الحالية بالخرطوم، ما سيؤدي إلى حدوث فيضانات خاطفة، واصفا الأمر بالكارثة. وزير الصحة المكلف يتوقع ظهور وبائيات خلال الأيام أو الأسابيع القادمة، خاصة وباء الكوليرا والملاريا. الناطق باسم قوات الدعم السريع يكشف أن لجنة أديب لم تتحدث معهم، مؤكداً أن هناك أشياء لا يستطيع أن يقولها حتى تكشف اللجنة عن نتائجها. نهاية نشرة السودان في دقيقة، إلى اللقاء.